بيه 6 نقاط وين وصل الموضوع؟ والله في آخر اتصال باش يرجع ولا؟ نحن قاعدين نخدموا بشارج وإن شاء الله ربي يوفقنا. قلتوا 10 أيام أعطيتوا مهلة للأحباء 10 أيام ورجعوهم إلى حد الآن 10 يوم فما شيء. شكون اللي عطى مهلة؟ رئيس النادي. دونك أطرح السؤال هذا على رئيس النادي. ما كنت تمثلوا لهنا تمثل الهيئة سي مجد؟ لا لا نمثل الهيئة، الهيئة ما قالتش 10 أيام خاطر هذايا دوكيمون باش يجيك من دولة أخرى من طرف ثالث اللي أنت ما عندكش بيه علاقة باش يجيب لك من بنك أخرى، دونك العملية الكل ماهيش في يدك، ما تنجمش تعطي التزام فارم على وجه مشي بعدد انتم. معين من ما أغزل لي هذه بنكة يظهر لي بلغاريا موجودة في الأوروب والقانون البنكي نعرفه، أنت ماكش تعرف في الملف تحويل تم باسمك، باسم النادي الإفريقي تحويل تم باسم الشركة اللي... أنت ماكش تعرف علاش دونك أنا كبنكة باش نعطيك دوكيومون شكونك أنت؟ أنت ماكش وين واقفة؟ وين واقفة؟ توا نستناو في الدوكيومون يجي إن شاء الله يجي، معناها في الطريق. لا لا بالحق آخر معلومة عندي معناها علمني بها رئيس النادي أنه تبعث بالدي اش ال، من المفروض نستناو فيه باش يخلط وينجم يكون حتى خلط. أبو دونك نستناو فيه، هذه آخر معلومة وخذيتها من عند رئيس النادي اليوم البارح. البارح إذا كنت تقول لي خذيتها من عند رئيس النادي معناها صحيحة، معناها نسلم بها اللي هي صحيحة معناها. أنا في المواضيع هذه ما نحبش نعطي التزامات، نستنى يخلط لي جواب بعد نحكي. ما عندك ثقة في الكلام تاع رئيس النادي؟ لا 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 أسمع أنت في شو اسمها؟ في اكسبريس اف ام ولا في اكسبريس اف ام سبور ولا في ك اسمه ذوك ولا في حساسية؟ المده ذي يقعدوا بحذاك في البلاتو جماعه السياسه ما خاطينا معليش بيه علاش الدوده هذه الكلها؟ علاش مش لو كلوب طول حاولت العلم؟ علاش الشركه هذه دخلت وعلاش في بلغاريا بالذات؟ برشا نقاط استفهام سي ماجد. خليهم نقاط استفهام الواجبك هنا مالك باش خليهم نقاط استفهام. لا هذا ما مانيش باش نحكيو على الامور الداخليه الكل نتاع الكلوب ولا باش نحكيو على الغسيل الداخلي للنادي. باش تقول لي غسيل اموال تفجع؟ لا 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 ذي خرجنا فلوس فلوس خرجت مين غسيل اموال؟ وصلنا نحن عملنا اكتفائنا الذاتي نحن مسالين نهار كل نجري وهات هات ولم الفلوس على اليمين وعلى اليسار وكلم هذا وكلم الاخر. ولو كان الناس الكل إلزون أديري للي ديم تاعنا عامناه والوقت اللي حكينا عامل تالي عديون وحطت الناس الكل اليد في اليد وما ساروش كلكو بويكوتاج. تذكروا دعوات لمقاطعة سيا موبايل، دعوات لمقاطعة البوتيك متاع الكلوب أفريكا، كل واحد عنده أسبابه مي أون فان كونت حرب بين بعض المجموعات في الفيراج ترتب عليه أنه استاد فرغ من الجماهير، يعني ثم نقص في المداخيل بحوالي 3.5 مليون دينار. كي نشوفوا سياسة تجفيف المنابع اللي عشناها عم ناول معناها عبيد ما كانتش تتصور وما كانتش عندها الحس أنها تقدر حجم المديونية صحيح للنادي الإفريقي. دونك خسرنا عام توا كي حطينا الناس الكل يد في اليد سنة على نص ديون اللي مازالت. انا متفائل انه في اقل من 6 شهور وقبل نهايه العام، معناها 6 شهور قبل ما يوفى السيزون باش نكونوا مخلصين ديوننا الكل، وبقدره ربي النادي الافريقي باش يدخل للاحتفال بالمئويه نتاعو ما عنده حتى دين تجاه اي لاعب. اما فضيحه انه يتنحس نقاط الكلوب سولتو انك كما قلت لي الهدف الاول كان خلاص الديون معناها. ما نجم نقوله بالنسبة لي أنه تنحاو 6 نقاط كان وقت اللي تسكر الملف بصفة نهائية، خاطر توا كان نحطه في مخاخنا أنه 6 نقاط تنحاو المساعي اللي قاعدة صايرة الكل لاسترجاع النقاط هذيا تطيح في الماء. دونك في مخنا ثم 6 نقاط بور لو مومون معلقين إن شاء الله نسترجعهم قدرة ربي، قاعدين أون توكا قاعدين نخدموا باش نسترجعهم وما نش مسلمين فيه إن شاء الله.